نتعرف على طريقة وكيفية حل مشكل كتم الإشارة على تطبيق كوم تنتين. قم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، بعدها قم بالضغط هنا على تطبيق تنتين، عفوا على التطبيقات، من ثم قم بالضغط هنا على تطبيق تنتين، من ثم قم بالضغط هنا على إيقاف الإجباري، بعدها سنقوم بالضغط هنا الموافقة، من ثم سنقوم بالضغط هنا مكان التخزين، بعدها سنقوم بالضغط هنا مسح التخزين مؤقت، من ثم سنقوم بالذهاب إلى متجر جوجل، وهنا سنقوم بالبحث عن تطبيق تنتين صفحة هنا على هذا الشكل. عندما تجدون هنا تحديث قم بضغط عليه وسيتم تحديث تطبيقكم تنتين. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة، ولا تنسوا الضغط على اللايك والاشتراك.